طبعا الاخ محمد عمار صفي الدين صاحب طاحونه. انا طبعا في الشغل هذا من 7 سنوات تقريبا. طبعا الحمد لله اقبال كبير من المواطنين، نخدمه في الضميطه، نخدمه في الديب شعير، نخدمه في بسيسه، طبعا حسب رغبه الزبون. العمل يختلف عن الزمن القديم، تطور حكايه ماكينات يجيب الشعير الزبون، ننقع عن عناية ونحمسه ونغيزه ونطير منه القشره متاعها لين ينزل سويقه. طبعا السويقه هذه نرحاها احنا عناية، نضيفوا لها فيه كسبر، كمون، زعتر، كليل، حسب رغبه الزبون، في اللي يبي ملح بس، وفي اللي يقول لي يبي لها موال. طبعا كيلو الزميطه التحميس وتغييز وراحي على كيلو دينار ونص كيلو. على الزبون هو اللي جايب الشعير. طبعا لو الشعير من هنا 5 دينار الكيلو. انا نخدمه ونحمسه ونغيزه ونرحيه، يجي هو ياخذ كيلو 5 دينار وقت. طبعا البسيسه في اللي يخدم فيها بالشعير وفي اللي يخدم فيها بالطعام، ولكن هي الافضل بالطعام. مكونات طعام بصب كزبر، كمون حلو، بسباس، كليل، زعتر، مكسرات حسب الرغبه. طبعا البسيسه تختلف اسعارها من 10 ل 15 دينار. اللي يبدا ب 15 هذا فيها مكسرات بالزايد وبضاعه زايده عن اللي نديروا فيها. طبعا الزميطه والبسيسه هذا والدقيق هذا اكله زلميه قديمه، لكن مع كثر القدم تاعها باين كبير الحمد لله، من طرابلس، من سيد الصيد، من ترهونه، من سلاته، من قربولي، زباين الحمد لله. وتكثر الخدمه في الصيف رغم ان فيه مناسبات الاعراس ولا في شهر رمضان، لان اغلب الناس في شهر رمضان يتسحروا الزميطه. واكله رخيصه، ارخص من المواد الثانيه. انا ما هيش، انا متناول الاسعار، متناول الجميع.